دلوقتي هنبدأ نتعرف معانا كتاب اسمه قياس وتشخيص ذوي صعوبات التعلم لأستاذ مسعود الديار. تعالوا نتعرف ايه من العنوان كده باين ان هو بيتكلم عن القياس والتشخيص. طب احنا عشان نيجي نعمل عملية القياس او نيجي نعمل عملية التشخيص لازم نعرف الاول ايه اهمية اصلا القياس واهمية التشخيص. اهميته بالنسبة لي في العملية التربوية كلها بالنسبة للمعلم طبعا وبالنسبة للطالب. طب بالنسبة للمعلم هتفيده في ايه؟ طبعا هتفيده في ان هو يقدر يقيس الطالب ويحدد الهدف اللي هو بعيد المدى. يعني انا في هدف دلوقتي حطاه المفروض ان انا بشتغل عليه علشان خاطر بعد فترة معينة لازم ان انا احقق الهدف او المهارة المطلوبة. كمان بيساعد المعلم في ان هو يبتدي يحط برنامج تعليمي متنوع ويبتدي يوزعه على جميع فئات الطلاب. كمان بيساعد القائمين على عملية التقويم ان هم يقدروا يتخذوا قرار حكيم في الحالة اللي موجودة او من ناحية الطالب. كمان طبعا بيزود المعلم بمعلومات عن خصائص الطالب بشكل عام، يعرف ايه خصائص بتاعته وايه مميزاته ويقدر يتعرف على ايه نقاط القوة اللي عنده وايه كمان نقاط الضعف. فده طبعا بيسهل النمو المهني لمين؟ للمعلم، عشان يقدر يحكم على فعاليته من خلال البرنامج القائم بيه. تمام؟ طب نيجي نسأل سؤال كده شوية، لماذا نقيس؟ ليه بنقيس؟ بنقيس علشان خاطئ ان في فروق ما بين الافراد، يعني في افراد بين الافراد دي مجموعة من الافراد في اكيد فروق متفاوتة ما بينهم، انا عايز اعرف ايه الفروق الموجودة دي. كمان بين الفرد وذاته، يعني انا في فرق دلوقتي بين شخصيتي دلوقتي وما بين ممكن شخصيتي في المستقبل، هتعرف على نفسي ايه المهارات اللي انا محتاجاها ان انا اغذيها للمستقبل. كمان بيكشف عن ان الفرد ما بينه وبينه وفي فروق ما بينه وما بين المهنه اللي بيكون بيشتغل بيها. انا عشان راح اشتغل في مهنه معينه طبعا في فرق، بشوف هل مهاراتي تقدر على المهنة دي ولا لا. لو مهاراتي ما تقدرش المفروض ان انا ازود من مهاراتي وبعد كده اروح اقدم الانترفيو علشان خاطر اقبل في الانترفيو، فلازم تكون مهاراتي مناسبة للمهنة. كمان ما بين الجامعات مع بعض، يعني كل مجموعة بيبقى فيه فروق ما بين مجموعة والتانية، يعني كل مجموعة تعمل فرقة مع بعضها ممكن يكون يعني شبه بعض في بعض الحاجات ومختلفين بعض الحاجات الاخرى. طب تعالوا نشوفوا كمان ايه اغراض القياس. ايه الغرض بقى من القياس؟ الغرض من القياس ان انا بعمل مسح، بمعنى ان انا بعرف مستوى حصر الامكانيات اللي موجودة للفرد وببتدي عن طريق الذكاء وعن طريق التحصيل بتاعه. يعني مثلا لو مديرة مدرسة كلمتني وقالت لي ان انا عايزة احصر الاطفال اللي موجودين عندهم مشاكل في عملية التعلم، فببتدي ان انا اروح وابتدي احصر اعمل مسح للفصل او للمدرسة كلها وابتدي اشوف ايه الاطفال اللي عندهم مشاكل وابتدي اطلعهم وابتدي اعمل لهم مثلا اختبار ذكاء وابتدي بعد كده ابتدي ان انا اصنفهم وببتدي ان انا اتنبأ بعد كده. تاني حاجة ان انا كمان بتنبأ. يعني ايه بتنبأ؟ يعني بعرف المستوى الحالي للفرد او الطالب اللي قدامي وببتدي بقدر المستوى المتوقع اللي انا ممكن ان انا اوصله في المستقبل. كمان بيبقى معايا عملية التشخيص. يعني ايه عملية التشخيص؟ يعني انا بشوف ايه نواحي القوة اللي عند الطالب اللي قدامي ده وايه نواحي الضعف بتاعته وايه اسبابها وكمان ديناميتها عن تكوين النفس للفرد. فرابع حاجة بقى طبعا التشخيص بيأدي لعملية العلاج. انا شخصت خلاص، عرفت ايه نقاط القوة، عرفت ايه نقاط الضعف، ابتدي احط علاج وبرامج علاجية تساعد الطالب اللي قدامي ان هو يتقدم ويتقدم في المهارة اللي انا محتاج ان انا اخلي الطالب ده يتوسع. طب تعالى نشوفه بقى المفهوم. احنا عمالين نتكلم عن القياس والتشخيص، طب ايه هو اصلا القياس؟ القياس عندي انا بقوم بعملية كمية، يعني ان انا بحط له درجة، يعني كل شيء بمقدار وكل مقدار يمكن قياسه. يعني اي شيء موجود قدامي ليه مقدار معين واي مقدار ان انا ممكن اقوم بعملية
القياس بتاعته. كمان ان انا بقدر ان انا اصدر حكم، يعني اصدر حكم يعني اقول مثلا ان الطالب ده مثلا صعوبات تعلم، او الطالب ده اعاقة عقلية، او الطالب ده مثلا تأخر دراسي. فببتدي ان انا اصدر كده حكم عن طريق عملية التقويم. كمان بقوم عملية التقييم. يعني ايه عملية التقييم؟ يعني بعطي قيمة، ان انا بحدد المدى اللي وصل الذي وصل ايه اليه. يعني انا مثلا جالي طالب دلوقتي، جالي طالب، قمت عملية التقويم وحكمت عليه، حكمت عليه واصدرت عليه حكم ان هو من الفئات كذا. ببتدي ان انا اشتغل معاه شوية، وببتدي ان طبعا ان انا لازم اقيمه ليه؟ اقيمه عشان خاطر اعرف هو المستوى اللي هو وصله لحد دلوقتي، من طبعا من الاسرة، من الام والاب والمدرسة والكلام ده كله. ببتدي ان انا اقيمه عشان اعرف ايه المدى اللي وصله، وابتدي ان انا ابتدي ان انا بعطي قيمة. فمن خلال القيمة ديت ببتدي ان انا اشخص. عندي عملية التشخيص، عندي تشخيص تربوي وعندي تشخيص طبي. يعني ايه تشخيص طبي؟ يعني ايه تشخيص تربوي؟ التشخيص الطبي هو بيتعمل على اساس الاسباب اللي موجودة اللي وصل ليها الحالة اللي قدامي دي. يعني مثلا لو هنقول للتشخيص الطبي، هي المظاهر بتاعته بتبقى واضحة جدا. عندنا التشخيص الاكلينيكي، يعني مثلا لو هنيجي نقوله ان حالات الداون دي اعاقة عقلية. كان في مرة في المركز بنت جت سألتني وقالت لي كنت بشتغل مع حالة داون، فقالت لي هي الحالة دي ايه؟ فرحت قلت لها يعني ايه حالة، يعني ايه حالة، يعني تصنيفها ايه؟ فلو انا استغربت سؤالها جدا، لاني انا معروف ان انا اول ما اشوف حالة داون يبقى دي خلاص عرفت ان دي اعاقة عقلية. فبقول لها انت دارسه الموضوع؟ فاكتشفت في الاخر ان هي مش دارسه، وهي كانت اصلا قسم فلسفه، فهي ما تعرفش اصلا اسامي الاعاقات. ولكن انا طبيا لو شفت المظاهر بتاعتها بتبقى واضحه جدا. لو شفت داون خلاص انا عرفت كده ان هي دي اعاقه عقليه. لكن التشخيص التربوي والنفسي بيبتدي بقى يتعمق في الحاله اللي قدامي. يعني حالات الداون موجودة إعاقة عقلية، بس نبتدي إن احنا نصنفها برضو إعاقة عقلية بسيطة، إعاقة عقلية متوسطة، إعاقة عقلية شديدة، إعاقة عقلية عميقة. ببتدي أصنفها لأربع تصنيفات. فببتدي أحدد أساليب التدخل العلاجي اللي أنا هبتدي إن أنا أعالج من خلالها. طب إيه هي أنواع القياس اللي أنا هستخدمه؟ عندي قياس مباشر وعندي قياس غير مباشر. القياس المباشر يعني مثلا لو انا بحاول ان انا اخس، عايزه اروح اشوف وزني، انا لازم اقيس اشوف انا فعلا خسيت ولا ما خسيتش، ولا اقلل في الاكل بتاعي عشان اقدر ان انا اوصل للوزن المثالي اللي إن انا محتاجه. فبروح اشوف الوزن بتاعي، ده قياس مباشر على طول، طلع لي الوزن، انا عرفت كده مباشره انا وزني قد ايه. لكن القياس غير المباشر اللي عن طريقه بستخدم نسبه الذكاء والتحصيل، طبعا بيبقى غير مباشر، بمعنى ان هو مش دقيق قوي، لان هو في عوامل ذاتية متعددة. يعني ممكن مثلا لو انا رحت قست الضغط الدم بتاعي في النهار هيبقى مختلف لو انا قسته مثلا بالليل، فبيختلف من وقت للتاني وبيختلف من شخص للتاني. طب تعالوا نشوفوا ايه بقى، ايه العوامل المؤثرة في القياس دي. عندي اول حاجة الخاصية المقاسة، انا لازم اعرف انا ايه هقيس ايه. طبعا من خلال الانواع اللي عرفناها، المباشره بتبقى اكثر دقه من غير المباشره. يبقى اكثر دقه بمعنى انا خلاص عرفت الوزن بتاعي، الوزن بتاعي كذا معروفه خلاص انا عرفت. لكن الغير مباشره بتبقى فيها عوامل ذاتيه زي ما قلت، فنسبه الذكاء ما بتبقاش دقيقه قوي، حتى بيقولوا فيها بيبقى فيه اختلاف شويه في الذكاء بتختلف. تمام. نيجي بقى تاني حاجة، طبعا نوع القياس اللي انا بقيسه، زي ما قلنا يختلف الذكاء عن ان انا بقيس عن طريق الميزان الحساس اللي انا بعرف من خلاله الوزن بتاعي. دي تداخل عوامل ذاتية. تالت حاجة بقى، مدى تدريب وخبرة القائمين على القياس. ما يعني الطالب لما يروح يعمل عملية اختبار ويشوف للفاحص، فطبعا بتختلف من فاحص للتاني على حسب الخبرة بتاعته وعلى حسب تمكنه من استخدام المقياس.
ده بيفرق معانا جدا. كمان طبيعة المقياس وعلاقته بالظاهرة. المقياس، هل أنا استخدمت مثلا المقياس المناسب لي عشان خاطر أقيس الظاهرة الموجودة دي؟ لو فنفترض مثلا نتكلم عن مثال كده، مثلا قيادة السيارة، لو أنا عايز أقيس الشخص اللي قدامي ده بيعرف يقود سيارة ولا مش بيعرف يقود سيارة، هل أجيب له مثلا اختبار كتابيا وأقول له اكتب مثلا خطوات قيادتك للسيارة؟ لا طبعا مش هينفع. ولكن المفروض إن أنا هعمل إيه؟ أجيب عربية وأقول له قيس لي العربية دي، لازم يسهلي قدامي، حتى لما بيجي ياخدوا الرخصة بيعملوا الاختبار على عربية وبيسوق ويشوف مقدرته في السواقة عاملة ازاي، تمام؟ بعد كده هدف القياس، هل يعني انا لما اقيس مثلا، لو انا رحت فصل او مدرسة كلها متفوقين وعايزة اروح اشوف ايه، في اطفال عندهم مشاكل في المدرسة دي ولا لأ، تمام؟ لو انا اشوف المشاكل اللي موجودة هبتدي ان انا احصر بطريقة سهلة جدا، لان انا عارفة ان دول كلهم متفوقين، فهيطلع لي النسبة. لو انا راح اخبص انا ادور ان واحد بس او اتنين عندهم مشكلة، فطبعا هيبقى سهل جدا، غير لما اروح انا مدرسة وانا عارفة ان فيها مشاكل كتير جدا وهي مش متفوقين، وابتدي ان انا اقيس واشوف عايزة اطلع 90 واحد من 95 واحد، وابتدي ان انا اقيس. طبعا كل ما ابتدينا نحدد عملية القياس او ايه الحاجة بالظبط اللي انا عايز اقيسها، طبعا كل ما ده سهل عليا الموضوع جدا. طبعا في كمان اختلاف الاشخاص فيما بينهم، يعني كلنا مختلفين عن بعض، كل شخص مختلف عن التاني، فبيبتدي يطلع نسبة مختلفة تماما. طب تعالوا نشوفوا، انا عمال اتكلم على عملية القياس وايه هو القياس وايه هي اهميته، طب تعالوا نشوفوا ادوات القياس. هو القياس ده انا بقوم بعملية القياس ازاي؟ عن طريق الاختبار. طب الاختبار ده عشان اقوم بقياسه لازم يبقى عندي 5 نقط. اول نقطة ان انا بحدد ايه هو الهدف الرئيسي ان انا محتاج ان انا اقيسه. تاني حاجة بحط محك، يعني مثلا لو وصل للدرجة دي مثلا يبقى كذا، مثلا المحك بتاعي ان انا مثلا للدليل التشخيصي دي DSM-5، ان انا مثلا لو طلع لي 70% ده المحك بتاعي، يبقى خلاص انا عرفت ان ده اعاقة عقلية. لو طلع لي مثلا 90 درجة، يبقى انا عرفت خلاص ان ده صعوبات تعلم، لان ده نورمال من 90 ل 110، وهكذا. ده المحك بتاعي اللي انا بحكم من خلاله الطفل او الطالب اللي قدامي ده حالته عاملة ازاي. تالت حاجة بحدد الاهداف في شكل خصائص، بشوف كده انا خدت الهدف الرئيسي بتاعي وببتدي احدد الخصائص بتاعتي او الاهداف الخصائص بتاعتي ان انا عايزة ابتدي ان انا استخدمها وانفذها علشان خاطر اوصل للهدف الرئيسي الكبير. ببتدي كمان اصمم بنود للخصائص دي، ببتدي اصمم لها بنود معينة، خاصية معينة، خصائص كده مكتوبة تدريجيا، وابتدي ان انا اشوف الخاصية دي تمام اعلم علامة صح، وابتدي ان انا لو خاصية لسه مش تمام فابتدي ان انا اشتغل عليه. وباخر حاجة ببتدي بقى اعد بقى عملية المقياس عشان اقدر ان انا استخدمه. طب تعالى نشوفه هي تحديد الهدف من الاختبار. طبعا تحديد الهدف بوضوح الغرض، لازم عشان احدد هدف ايه الغرض بتاعي اصلا ان انا عايزة احققه، ايه الغرض بتاعي، الا ايه الهدف. يعني مثلا صنف بلوم الاهداف التربوية الى 3 مجالات، المجال المعرفي، المجال الانفعالي، والمجال النفس حركي. طب تعالى نشوفه كده شوية، نتكلم على المجال المعرفي. المجال المعرفي عندي المثلث بتاع بلوم، عندي المعرفة اول حاجة، طبعا ببتدي ان انا اخد المعرفة. طبعا المعرفة مش كفاية، هينفع ان انا اخد المعرفة وخلاص اسكت كده اقول كده كفاية وافضل اتعلم كده واخد معرفة وخلاص؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم افهم واستوعب،
ولما هفهم وهستوعب هبتدي ان انا اعمل عملية تطبيق، ولما هبتدي ان انا اطبق هبتدي هحلل المعلومات اللي انا اخدتها وابتدي استنتج منها واحللها واطلع منها، ابتدي اطلع منها معلومات جديدة. وبعد كده ببتدي اعمل عملية تقويم اشوف مدى تطبيقي للمعرفة اللي انا اخدتها في البداية خالص في بداية الغرض. تعالي نشوف بقى، نتعرف بقى على غرفة الاختبار. طبعا غرفة الاختبار زي ما انتوا شايفين في الصورة هي بتبقى زي المضادة دي، باب الفحص بيبقى قاعد هنا والمفحوص بيبقى قاعد الناحية التانية، وبفضل ان فيه يبقى فيه ترابيزة جنبي عشان ابقى حاطة فيها الادوات، ويفضل طبعا ان الفاحص ما يشوفش الادوات اللي معايا، وابتدي ان انا اطلع الادوات شوية بشوية للطالب على حسب الحاجة اللي انا عايزة انفذها. طب تعالي نشوفه بقى، ندخل شوية بشكل عميق شوية لان احنا قلنا هنتكلم عن القياس والتشخيص لصعوبات التعلم، تمام؟ فالقياس والتشخيص لصعوبات التعلم، احنا كده اتكلمنا عن القياس والتشخيص بشكل عمومي. طب تعالي نشوفه بقى، ايه هم اصلا صعوبات التعلم دول؟ صعوبات التعلم بيحصل لهم اضطرابات في واحدة او اكثر من العمليات النفسية الاساسية اللي هي الانتباه والادراك والذاكرة، اللي هي دي عمليات نمائية. فالعمليات النمائية دي بالطبيعي بتأثر في العمليات الأكاديمية بطريقة غير مباشرة، تمام؟ يبقى النمائي بيأثر على طول في الأكاديمي، علاقة ارتباطية ما بين النمائي وما بين الأكاديمي. طب تعالي نشوف المظاهر، يعني ازاي اعرف ايه المظاهر لو انا شفت الطالب اللي قدامي ده هقول مثلا عليه ان هو صعوبات تعلم. هبتدي الاحظ ان هو عنده صعوبة في ادراك الاشياء وان هو يقدر يميز ما بينهم، كمان بيبت استمرار في النشاط دون ادراك ان المهمة قد انتهت، يعني هو بيستمر في النشاط هو مش اخد باله ان المهمة قد انتهت، المفروض ان هي تنتهي في الوقت المحدد. كمان ممكن يبقى فيه اضطرابات لغوية، والاضطرابات اللغوية دي طبعا بتأثر عندي في القراءة وكمان في الكتابة. كمان بيحصل تدني في التحصيل الدراسي الأكاديمي، يعني مام الطفل بعد ما عملنا الذكاء وطلع كويس، ذكائه 90 لـ110 ده النورمال العادي، تيجي تشوفي مثلا التحصيل بتاعه بتلاقيه جايب في الاختبار مثلا 10 من 30، ده بيبقى فيه عملية تباين تباعد عملية تباعد ما بين الذكاء ان هو ذكائه نورمال وما بين عملية التحصيل، ففي عملية في تباعد ما بينهم. طب تعالوا نشوفوا بقى ايه المحكات اللي عندنا اللي بنشخص من خلالها صعوبات التعلم. عندي المحك الاستبعاد ومحك التباين ومحك المشكلات المرتبطة بالنضوج والتربية الخاصة. عندي عملية التباين اني بشوف التباين ما بين عملية الذكاء وما بين التحصيل اللي قدامي. الاستبعاد ان انا بستبعد اي اعاقة تانية، بستبعد الاعاقة العقلية، بستبعد البطيء التعلم، بستبعد التأخر الدراسي، بستبعد المشاكل اللي هم البصرية والسمعية، بستبعدهم تماما، تمام؟ ببتدي برضو اشوف المشكلات المرتبطة بالنضوج، يعني مثلا لو هنقول ان نضوج الولاد الإناث بينضجوا أكثر من الولاد، الإناث بيتعلموا أسرع شوية من الولاد، فده محك المفروض نحطه. التربية الخاصة، طبعا التربية الخاصة عن طريق البرامج المناسبة، طبعا التربية الخاصة هي شمولية، فبتكلم في إعاقة عقلية في إعاقات تانية مختلفة، فابتدي هنا بحدد بقى برامج مناسبة لمين؟ لحالات صعوبات التعلم. طب تعالوا نشوفوا بقى ايه الخطوات اللي من خلالها ببتدي اعمل قياس لحالات صعوبات التعلم مشخصة. اول حاجة بعد تقرير عن القدرة العقلية للذكاء بتاعه، بشوف الذكاء بتاعه كام، بعد كده بشوف طبعا بعد تقرير عن التحصيل بتاعه زي ما قلنا، وبعد تقرير عن الحالة النفسية للطفل، لان انا عندي مثلا تأخر دراسي وعندي صعوبات تعلم. التأخر الدراسي نسبة ذكائه عادية جدا، بس لو حصل له مشاكل تعليمية هتحصل بسبب ان عنده مشاكل نفسية، لكن صعوبات التعلم لو حصل له مشاكل تعليمية ده هيبقى بسبب ان في عمليات نفسية، عمليات عقلية نمائية في المخ، تمام؟ طب تعالي شوفوا ايه بقى اهداف عملية تشخيص صعوبات التعلم، ايه الاهداف اللي انا المفروض
ان انا احطها عشان وانا بشخص صعوبة التعلم. اول حاجة بشوف ايه من مناطق القوة والضعف اللي عنده، تاني حاجة بشوف ايه هي المشكلات النمائية. هي في البداية بتبتدي من البداية خالص، هل هو انتباه، هل هو ادراك، هل هو ذاكرة، او هو في عملية التفكير. فالانتباه والادراك والذاكرة دول عمليات اساسية اللي بيبتدي عليها بعد كده عملية التفكير وعملية حل المشكلة. تالت حاجة بشوف التمييز، تمييز الاعاقات، بشوف الاعاقات وابتدي ان انا اميز ما بينه بصعوبات التعلم. زي ما قلنا مثال التاخر الدراسي وصعوبات التعلم وبطيء التعلم، دايما التلاتة دول بيبقى في تداخل ما بينهم، فابتدي ان انا اميز صعوبات التعلم ما بين التلاتة دول. كمان بحدد الاطفال اللي بيعانوا اكاديمي، شوف الاكاديمي بتاعهم سواء فين بقى، في القراءه ولا في الكتابه ولا في الحساب. انا لازم احدد في اطفال عندهم عسر قراءه، في اطفال تانية بيبقى عندهم قراءه كويسه بس عندهم صعوبات في الكتابه، في اطفال تانية قراءه وكتابه كويسه بس عندهم صعوبات في الحساب. كمان بيساعدني ان انا ابتدي ان انا اتدخل مبكر. ما انا لما ابتدي عمليه التشخيص مبكرا هبتدي ان انا اتدخل بالبرامج مبكرا. كمان بفهم فهم دقيق ليه صعوبات التعلم. طب ايه هي ادوات القياس النفسي والتربوي اللي انا بستخدمها؟ المقابله والملاحظه. المقابله ان انا بقعد كده مع مامه الطفل وببتدي ان انا اعرف حاله الطفل ايه من يوم ما من قبل ما يتولد لحد وقتنا هذا. الملاحظه ان انا كمعلم ببتدي اشوف، الاحظ كده الطالب اللي قدامي ده، اشوفه كده هو سلوكياته عامله ازاي، التحصيل بتاعه عامل ازاي، فبتدي استخدم عمليه الملاحظه. طب ادوات القياس اللي عندي اللي انا بستخدمها رسميه وغير رسميه. الرسميه ليها معايير مرجعيه، ليها محكيه المرجع وليها معياريه المرجع. طب الغير رسميه، الغير رسميه دي محدده بوقت، غير محدده بوقت، بتقوم بعمليه التقويم الادائي زي مثلا الجمع والطرح والقسمه. طب تعالى نشوف الاختبارات الرسمية. عندي اختبارات معيارية المرجع وعندي اختبارات محكية المرجع. يعني ايه معيارية المرجع؟ يعني انا مثلا عندي معايير معينة مثلا لسن مثلا 6 سنين، درجات معينة، ببتدي ان انا بعد ما بخلص الاختبار باخد الدرجة بتاعته، الدرجة الخام بتاعته، وببتدي ان انا اشوف المعيار بتاعه لسن معين. لكن محكية المرجع هي انا بقيسها على حسب السلوك اللي انا عايزة اقيسه، السلوك ده فعلا الطالب ده عنده السلوك دوت ولا عنده مشكلة فيه، يبقى انا بقيس ما بينه وما بين السلوك. لكن معيارية المرجع ان انا بقيسه من وسط جماعة، بشوف الجماعة دي مستواها عامل ازاي، ولو لقيت واحد منخفض ما بينهم اقول لا ده عنده مشكلة، ببتدي ان انا اقيسه. تمام. هنقسم بقى الاختبارات المعيارية والمحكية المرجع ليه. اول حاجة اختبارات قدرة العقلية، زي اختبار ستانفورد بي وزي اختبار ويكسلر وزي اختبار الكاس. ستانفورد، نبتدي ستانفورد بي لان ستانفورد بي مشهور قوي يعني، ولان هو مقنن في البيئه المصريه وبيتعامل على 5 عوامل: الاستدلال السائل، الاستدلال الكمي، الذاكره العامله، والمعرفه العامه، والمعالجه البصريه المكانيه. تمام. تاني حاجه ببتدي ان انا اشخص مهام الذاكره، يعني عمليه التذكر اللي هي الذاكره العامله، بشوف الذاكره العامله عنده ليه. يعني بيقولوا ان مثلا ان الطالب اللي قدامي بيبقى سهل عليه ان هو يسترجع لحد رقم 5، كل ما الرقم بعد كده زاد كل ما بيبقى صعب عليه ان هو يسترجع الارقام دي، فاطلقوا عليها الذاكره قصيره المدى في البدايه، وابتدى بعد كده تغير المفهوم بتاعها بقى الذاكره العامله. طب تالت حاجة اللي هو الوعي الفونولوجي اللي هو الصوتي، علم ده علم الصوتيات اللي هو علم تنظيم المادة الصوتية أو الصورة الذهنية، اسمه الفونيمز. الفونيمز دي عبارة عن أصوات معينة، ببتدي إن أنا أعرف الأصوات دي علشان خاطر أستخدمها في الكلام، يعني تبقى واضحة اكتر في الانجليش. الانجليش ليه فونيمز معينة، رموز معينة، ببتدي ان انا اشوف الرمز ده اعرف ان الرمز ده بيتنطق بطريقة معينة. في العربي برضو عندي الحروف بيبقى ليها فتحة كسرة ضمة، فده الفونيمز بتاعها او النطق بتاعها. تدانو بقى بيبقى عندي بقى مشاكل، لازم اشخص العامل النمائية الاول
ببتدي اشوف ايه هي المشاكل النمائية اللي عندي، وببتدي ان انا اتعرف على المشاكل الموجودة في القراءة والكتابة والحساب. لو انا عندي طالب دلوقتي عنده مشاكل في القراءة والكتابة والحساب، يبقى ببتدي لازم طبعا اشخصه نمائيا واعمل له اختبار نمائي. طب ايه هي الاختبارات اللي موجودة معايا؟ عندي مثلا اختبار زي مقياس إلينوي، عندي زي مايكل بيست، عندي المسح النيولوجي اللي هو الفرز العصبي، عندي كمان التقدير التشخيصي اللي هي البطارية، عندي استمانة الكشف المبكر عند صعوبات التعلم النمائية. طبعا مقياس إلينوي ده بيستخدم سن 2 لحد 15 سنة، ببتدي ان انا اقيس المهارات النمائية للطالب اللي قدامي. مقاييس التقدير التشخيصية دي بتبتدي من تالتة ابتدائي، لان هي بتتكلم اكاديمية اكتر، فبتتكلم على المهارات الاكاديمية اللي موجودة عند الطالب اللي قدامي، لكن مقياس إلينوي نمائي اكتر فبيتعامل من سن 2. مقاييس التقدير التشخيصية من تالتة ابتدائي. عندنا كمان المسح النيورولوجي اللي هو الفرز العصبي. الفرز العصبي ده اللي من خلاله اقدر احكم هل فعلا في مشاكل في الجهاز العصبي للمخ ولا لا، وابتدي من خلاله لو في مشاكل فعلا في الجهاز العصبي للمخ، ببتدي احكم على الطالب اللي قدامي ده ان هو صعوبات تعلم. عندي كمان استبانة ان انا من خلالها بكشف بعمل كشف مبكر عن صعوبات النمائية. تمام، طبعا لازم استخدم المقاييس دي، مقياس قبلي ومقياس اثناء ما انا بقوم عملية التدريس، ومقياس بعدي مقياس بعدي او مقياس ختامي. ده المقياس القبلي ان انا ببتدي اقوم بعملية متواصلة علشان اعرف مثلا هل فعلا الطالب اللي قدامي ده هيعرف يقرا ولا لا. ما لازم عشان اعرف هو هيعرف يقرا ولا لا، لازم اشوفه هل هو عارف الحروف الابجدية ولا لا. لو هو مش عارفها اكيد هستبعد خالص فكرة ان هو يكون بيعرف يقرا، لكن لو عارفها هبتدي بقى اشوف فعلا هو بيعرف يقرا ولا لا. تمام، فأثناء عملية التدريس بكون من خلالها بكون بعرض الأنشطة على الطالب، أنشطة التعلم، وابتدي من خلالها ان انا باخد بالي بركز اذا كان فعلا قادر على اتمام هذه المهام ولا لا، وبشوف ايه جوانب القوة وجوانب الضعف عنده. ختامي اللي في الاخر خالص ان انا بحط من خلاله رقم اللي بيأكد لي الفعالية. بقى نحط تقديرات رقمية نقدر نشير بيها لفعالية البرنامج اللي احنا اشتغلنا عليه طول الفترة دي كلها. الفعالية الكلية للمقرر او الوحدة اللي احنا اشتغلنا عليها او البرنامج اللي احنا اشتغلنا عليه خلال فترة عملية الشغل مع الطالب اللي قدامي او الطفل اللي قدامي. وبكده خلصنا عملية القياس والتشخيص. باختصار شديد جدا اتعرفنا على أهمية القياس والتشخيص وازاي ده بيساعدنا في شغلنا، لان مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نقيس قدرات الطفل اللي قدامنا، ونتعمق في الطالب اللي قدامنا، ونشوف ايه احتياجاته بشكل تفصيلي عشان نقدر ان احنا نستخدمها في عملية العلاج. وكده خلصنا معانا عمل التلخيص الكتاب، وكتاب ده تحت اشراف استاذ ايمن عبد الله. كان معاكم ايمان سرور، متشكره لكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.